والآن قصيدة نبع الوفا للشاعر الدكتور طه هنداوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خير خلق الله يا نبع الوفا، قلب المعنى بالوفا موصول، صلى عليك الله يا نجم الهدى للأنبياء السابقين دليل. يا خير خلق الله يا نبع الوفا، قلب المعنى بالوفا موصول، صلى عليك الله يا نجم الهدى للأنبياء السابقين دليل. أنت المشفع يوم تنشق السماء والشمس تدنو والرؤوس تميل، يوم يفر المرء فيه من ابنه ويقول نفسي والذنوب تحول، ذو رحمة يا رب هذه أمتي إني بآخر مسلم مشغول. هلا بصرت اليوم هذا حالنا، هلا بصرت اليوم هذا حالنا، هلا بصرت اليوم هذا حالنا، كغثاء سيل في التراب يسيل. ما عاد منصوبا كسابق عهدي، بل صار مكسورا وجد ذليل. في كل واد تستباح دماؤنا، في كل شبر مسلم مقتول. المجرمون استفحلوا في غيهم، ماذا عسانا في الدفاع نقول. إن الدفاع عن الحبيب محمد، إن الدفاع عن الحبيب محمد بالفعل لا من قولنا مأمول. السابقون استمسكوا بنبينا فتحوا البلاد وشرح ذاك يطول. ما بالنا يغشى النعاس قلوبنا، ما بالنا يغشى النعاس قلوبنا، والنبض من عظم الجفاء هزيل. هل ينهض عودوا لسابق عهدكم، ودعوا الشقاق فسيفه مسلول، ودعوا الشقاق فسيفه مسلول. عاوز بس يعني الصحة شوية ندعو له يعني بالشفاء والراحة والسلامة إن شاء الله. الدكتور عبد الحميد يونس رئيس أو مؤسس صالون المجلس الثقافي يعني، واستضاف أرواح كثيرة إن شاء الله يعني. أحسنت يا شيخ، أحسنت ما شاء الله. وأنا الخدام.